أربع سنوات تمر عن رحيل المسرحية الفكاهي قاسي تيزي وزو، والكثير يعرفه بقاسي تيزي وزو، لكن اسمه الحقيقي حميد لوراري، وعرف بأدواره الهادفة وفنه الملتزم، حيث عالج واقع الجزائريين بطريقة هزلية لكن دون المساس بمشاعرهم. رمضان أوجودي. من كثرة حبي لهذه المنطقة فقد قدمت لها روحي. قلت انا ماشي لعبد، انا يا الساقة جو شوي با نطري، ما انا قلت واش قلت لك عيب ديجا نزلت شوية مشيت تقول الخدمة عبرك تجيك الدار يدي سوبر لو شيال ولا. مقولة عبر فيها حميد لوراري عن حبه العميق لولاية تيزي وزو ومدى تعلقه بها، لذلك اختار اسمه الفني قاسي تيزي وزو. حميد لوراري من مواليد قرية إغيلوفلا بولاية سطيف عام 1931. بدأ مشواره الفني في السن 14 وقدم نحو 6000 حصة فكاهية. سجلها على مدار 30 سنة عبر الإذاعة الوطنية. بعدها التحق في عام 1946 بفرقة رضا باي التي كان يديرها الفنان محبوب اسطنبولي، ومع أوائل عام 1963 بدأ في تنشيط حصص في القناة الثانية رفقة عميد المسرح محمد حلمي. أخنا ها وشني عندها الحق صاحبي. كما شارك في حصة موجهة للأطفال في القناة الإذاعية الأولى. وفي عام 1968 التقى مع الفنان أحمد قادري المعروف باسمه الفني قريقش، أين ظهر سويا في أعمال مسرحية وتلفزيونية إضافة إلى أسماء أخرى من الفنانين الجزائريين. وفي 19 من شهر نوفمبر 2014 رحل عنا الدقسي عن عمر يناهز 83 سنة بعد معاناته مع مرض ألزمه الفراش لعدة أيام، ودفن بالمقبرة العالية بالعاصمة. رحيل حميد لوراري كان فاجعة ألمت الأسرة الفنية الجزائرية كونه أحد رموزها الكبار.